بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلبة السعادة المعتمدة، خالد المتوسطة 2. صباح مشرق، بلد أفضل إن شاء الله. سنتناول في هذا الملف السادس المحاسبة عن المنشآت ذات الأقسام. بالنسبة للمحاسبة عن المنشآت ذات الأقسام، بتفترض وجود منشأة مقسمة إلى عدة أقسام لكل قسم عملياته المستقلة في الشراء وفي البيع، وبالتالي سيتم التركيز على الدورة المحاسبية للمشتريات وعرض أمثلة توضيحية لها في جميع احتمالاتها. فبالنسبة للمحاسبية لعملية الشراء، هناك اسلوبين. الاسلوب الاول او المدرسة الاولى، استخدام دفتر يومي احصائي تحليل مشتريات مقسم. في الاسلوب الثاني، بيوحد دورة النظام المحاسبي للمشتريات الاجلة والنقدية معا، بافتراض ان جميع المشتريات مشتريات اجلة، هي التوحيد. وبالتالي هناك اسلوبين، اسلوب احصائي واسلوب توحيد. بالنسبة للإحصاء المشتريات، يتم القيد في الدفتر الإحصائي المشتريات من واقع فاتورة شراء داخلي، وهي عبارة عن فاتورة تعدها المنشأة من بيانات فاتورة شراء خارجية من المؤلف. أي عندما تأتي فاتورة الشراء الخارجية، يتم تقسيمها إلى الأقسام المختلفة وإعداد فاتورة شراء داخلية مقسمة. ولذلك يقال هي مصممة لكي توضح نصيب كل قسم، والمقصود هنا فاتورة الشراء الداخلية من أقسام المنشأة من المشتريات سواء الأجلة أو النقدية، حيث يخصص عمود لكل قسم من الأقسام بالإضافة إلى عمود لإجمالي مشتريات المنشأة ككل. ملخص هذا، عندما تأتي فاتورة الشراء الخارجية من المورد، يتم إعداد فاتورة الشراء الداخلية مصممة حسب الأقسام الموجودة في الشركة مع تصنيف المشتريات إلى أجلة ونقدية لكل قسم من الأقسام بالإضافة إلى عمود لإجمالي. ولاستعراض دورة الشراء، يتم افتراض أن عملية الشراء الآجل قيمتها 1600 جنيه مقسمة إلى 900 جنيه ألف، 300 ب 400 ب، وبافتراض أن عملية الشراء النقدي 400 جنيه مقسمة ل 300 جنيه ألف 100 جنيه ب. والمطلوب رسم دورة المشتريات في حالة وجود دفتر إحصائي لعملية الشراء. بالنسبة لدورة النظام المحاسبي لعملية الشراء في حالة دفتر المشتريات التحليلي الإحصائي، البداية الدورة من البداية في فاتورة شراء خارجية وفقا للأمثلة الافتراضية إنها مشتريات أجل 1600 جنيه وتضمن مشتريات نقدية 400. هذه الفاتورة من المورد الخارجي، بدلها يتم إعداد فاتورة الشراء الداخلية مزودة بأعمدة تحليلية بحسب الأقسام الموجودة. بنأخذ من المشتريات الأجلة والمشتريات النقدية، بنرحل إلى دفتر يومية المشتريات الأجلة 1600 جنيه ودفتر يومية المدفوعات عمود المشتريات النقدية 400 جنيه. وبالتالي في دفتر يومية المشتريات فيها 600 جنيه 1600 جنيه ودفتر يومية المدفوعات النقدية، هناك عمود مشات نادية ب 400 جنيه يا مشات نادية. من خلال فاتورة الشراء يتم الداخلية، يتم إعداد دفتر المشتريات التحليل الإحصائي خارج نطاق الكيل المستورد، مقسم إلى بيان إجمالي ثم التقسيم لقسم أ و ب و إ. مشتريات الأجلة الإجمالي وفقا لفاتورة الشراء الخارجية 1600 تم تقسيمها على قسم أ 900 وب 300 و د 400 كما في المثال الأول.
الاشتراك النادي 400 تم تقسيمها بين القسم ألف 300 والقسم ب 100، وعلى هذا تتمثل مشتريات ألف 1200 جنيه 900 زائد 300، قسم ب 300 زائد 100 400، قسم ج 400 جنيه. والاستحقاق لابد أن يتساوى الرأس مع الأخت 1600 زائد 400 أجل ونقدية 2000، قسم أ 1200 زائد 400 ب زائد 400 ج 2000 تساوي. ثم تأتي الفترة التالية من خلال دفتر يومي المشتريات الأدنى يومية الخاصة يتم إعداد قيد إجمالي لإجمالي المشتريات 1600 من حساب المشتريات إلى حساب مراقب التأمين. ومن خلال دفتر يومية المدفوعات عمود المشتريات النقدية 400 جنيه تم إعداد قيد شراء نقدي من المشتريات إلى النقدية. ثم الترحيل من دفاتر اليومية العامة إلى دفتر الأستاذ العام حساب المشتريات في الجانب المدين 1600 أجلة و400 نقدية الإجمالي 2000، وحساب مراقبة الدائنين في الجانب الدائن 1600. ويمكن أيضا فتح حساب من نقدية في الجانب الدائن 400، ولكن لا داعي له التوضيح. من فاتورة الشراء الخارجية المشتريات الأجلة يتم إعداد فاتورة الشراء الآجل فقط 1600، من خلالها يتم ترحيل لحساب الأستاذ المساعد أستاذ باسم فلان وفلان وفلان، مثلا الأول دايم 900 والتاني 400 والتالت 300، حسابات شخصية أسماء والدين أستاذ مساعد دائمين أو والدين. تمام، من خلال حساب أستاذ المساعد المراقبة يتم إجراء المطابقة كما يلي. الأولانية الأولى هي المطابقة من دفتر المشتريات التحليل الإحصائي الإجمالي 2000 مع إجمالي حساب المشتريات النقدية وأجلة 2000 مطابقة سليمة، مطابقة بين حساب مراقبة الدائنين مع حساب أستاذ مساعد الدائنين 900 و400 و300 1600 مطابقة سليمة. وعلى هذا يتم أبناء الأعزاء إجراء نوعين من المطابقة، مطابقة حساب المشتريات في دفتر الأستاذ العام مع دفتر المشتريات التحليل الإحصائي خارج نطاق كده المستوى 2000 مع 2000، ثم إجراء مطابقة بين حساب إجمالي مراقبة الدائنين في الأستاذ العام مع الحسابات الشخصية للموردين حساب الأستاذ المساعد الدائنين 900 و400 و300 1600، حسابات الشخصية للموردين مع حسابات